أهلا بكم من جديد. وفي الشأن الفلسطيني وأحياء لذكرى الإسراء والمعراج، شارك مئات المقدسيين في مسيرة كشفية جابت شوارع القدس المحتلة تأكيدا على عروبة المدينة. في محاولة للإبقاء على الهوية العربية للمدينة المقدسية ومقاومة عمليات الأسرى الاحتلالية الساعية لتهويدها، يحافظ المقدسيون على إحياء تقليد ذكرى الإسراء والمعراج في مدينتهم من خلال مشاركة 13 مجموعة كشفية تجوب شوارع المدينة وصولا لساحات المسجد الأقصى، إحياء لإسراء الرسول محمد عليه السلام من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى حيث عرج إلى السماء. مشاركين بألفين كشاف مقدسيين من القدس من داخل الجدار وخارج الجدار. طبعا المسير بلش من نادي الهلال القدس مرورا في شارع صلاح الدين، شارع سليمان، إلى باب العمود، إلى المسجد الأقصى. إن هذا اليوم يوم فرحة إلنا ويوم مجيد للأقصى، والأقصى والسور القدس بيضحكوا ومبسوطين لأنه شايفين إنه إحنا بنحيي ذكرى كبيرة، وهذا اللي أنتوا شايفينه الكشاف والناس المبسوطة وبتهجة لأنه إحنا مكبوتين وبتستنى يوم زي هذا إنه نكون فرحانين فيه. لم تخلو ذكرى الإسراء والمعراج من الرسائل التضامنية التي بعثها أهالي القدس لأسرى معركة الكرامة الذين يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن، مؤكدين دعمهم الشعبي لهم. تأتي هذه الذكرى في وقت نريد أن نقول أن إضراب الأسرى هو إضراب الكرامة، لابد أن يتم إطلاق هؤلاء الأسرى، نحن معهم في هذا الإضراب، نحن معهم حتى يلاقوا الحقوق المشروعة، نحن من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. رسالة للعالم حتى ينظر العالم لما يعاني أهل بيت المقدس من ضيق الاحتلال، ورسالة كذلك تضامن لإخواننا الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الذي يطالبون فيها بتقديم أقل ما يمكن من امتيازات لأي سجين في العالم. وأعتقد على أن السجناء في فلسطين، في البعض فيهم من أقدم السجناء في العالم، البعض فيهم حوالي 36 ل40 عام لا يزالوا في أقبئة السجون. من القدس المحتلة آية الخطيب، رؤية